امبارح كنت بتكلم على سيدنا داوود، واحد بيقول لي انت لسه في امريكا ومصدق الخرافات دي؟ استناني جايلك. خلينا نقول ان دي خرافات فعلا، وان الاديان دي ما فيش حاجه اسمها اديان، وان الدنيا دي اخرها الموت وانتهينا. حلو الكلام، هي على فكره كده ما يبقاش ليها معنى، بس ماشي خليني اكون معاك ان كل ده صدفه. حلو الكلام، وان احنا بعد ما نموت خلاص. فانا واحد مسلم مثلا وابنوب واحد مسيحي وعزرة واحد يهودي، ما متنا كلنا لقينا مفيش لا حساب ولا عقاب وخلاص تمام، وانت طلعت صح. اقلب الآية بقى، افرض مت حضرتك لقيتنا احنا اللي صح، لو سمحت قول لي هتقول له ايه؟ يعني جينا نموت تمام، طلع ان فعلا في اله وفي ثواب وفي عقاب، قول لي بقى انت هتعمل ايه؟ يعني انت مش مآمن بيه، مش مآمن ان في اله في الدنيا دي هو اللي ممشي الدنيا كلها، وان الصدفه هي اللي عملت كل ده.